بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، توقفنا عند مسألة ذكرها المؤلف، وهي مراعاة من يطلب الشيء أثناء القراءة. فقلنا إذا كان الإنسان قد طلب منك شيئا وأنت تقرأ القرآن تقدر المصلحة والمفسدة، فإذا كانت المصلحة في قطعك للقرآن تقطع القرآن، وإذا كانت المصلحة في مواصلتك للقراءة تواصل القراءة. هذا هو المقصود. ثم عقد فصلا جديدا فقال: فصل، إذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف أو سن مع صيانة أو له حرمة بولاية أو ولادة أو غيرهما، فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام. وهذه مسألة فيها تفصيل. قبل أن نقرأ وقبل أن نفصل في الكلام، ما حكم القيام للشخص؟ هل يجوز أن نقوم لشخص أم لا يجوز؟ مثلا ونحن جالسون الآن يدخل المدير أو المفتش فيقوم التلاميذ ويقوم الأستاذ له، ما حكم هذا القيام؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل للرجل، نهى في ذلك نهي. والأهل العلم اختلفوا، منهم من يقول يجوز ومنهم من يقول يحرم. الذين قالوا يجوز قالوا يحرم نوع من أنواع القيام، وهو قيام التعبد الذي نصنعه نحن مع ربنا في الصلاة، فنحن في الصلاة نقوم لله، فإذا كان هذا القيام بنية التعبد صار حراما، أما إذا كان بنية العادة ولم يقصد به التعبد صار جائزا. هذا قول من قال بالجواز، ومن العلماء من قال بالتحريم للدليل الذي ذكرته، وهو قول الصحابة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل للرجل. طيب، الذين قالوا يجوز استدلوا بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه حينما دخل على الصحابة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم، فقاموا له. ثم جاءت تأويلات لهذا الحديث على أن معاذا رضي الله تعالى عنه كان مصابا فكان يتهادى بين رجلين من شدة الإصابة، فقال رسول الله قوموا لسيدكم. على كل حال، الخلاصة لا يجوز القيام للأشخاص إلا قيام الإعانة أو قيام التوسيع. قيام التوسيع يعني أنا راني جالس في الدار جو ضياف، من بين الضياف هذوما إنسان كبير، أقوم لأفسح له المكان، هذا يجوز. أما أني أحييه بالقيام فهذا لا يجوز، التحية بالقيام لا يجوز. قال: إذا ورد على القارئ من فيه فضيلة، أي من له شرف من علم يدخل عليك عالم، أو صلاح يدخل عليك عابد، أو شرف يدخل عليك سيد القوم، أو سن يدخل مع عليك رجل طاعن في السن كبير في السن، ونحن أمرنا بتوقير ذي الشيبة المسلم، وفي الحديث من وقر شيخا لشيبته سخر الله له من يوقره إذا صار في مثل سنه، مع صيانة أو سن مع صيانة، سن مع صيانة، ماشي شيخ كبير في السن لكنه فاسق، بل كبير مع الصلاح، أو له حرمة بولاية، مسؤول وزير أو والي أو رئيس بلدية، أو ولادة أب أو أم أو عم أو خال، أو غيرهما ممن له شرف، هؤلاء لهم شرف. قال: لا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام، لا للرياء والإعظام، بل ذلك مستحب، والصواب أنه لا يقام له. نهى رسول الله عن القيام. والله أعلم، نقتصر عند هذا، نواصل غدا إن شاء الله.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.